السلام عليكم، انا مصطفى كمال. النهارده هحكي لكم حكايه شريط الفيديو. سنه 75 تم اختراع اول شريط فيديو من انتاج شركه سوني، كان وقتها اسمه بيتا ماكس. قبل كده طبعا كان في شرايط تانية من الخمسينات والستينات مع ظهور التلفزيون، كان الشريط عباره عن بكرتين وجهاز تسجيل وفي هيد بيقرا من البكرتين دول، وكان هو ده التسجيل بتاعه. لكن شريط الفيديو والمعنى اللي احنا بنشوفه او اللي موجود لحد وقتنا ده كان سنه 75 اللي هو البيتا ماكس. اول جهاز فيديو ما كانش فيديو بالشكل المعروف دلوقتي، كان وقتها كان جهاز الفيديو وملحق فيه شاشه تلفزيون، وده كان الاختراع ده وقتها يعتبر ثوره في امريكا. لكن بعدها بسنه ونص بالظبط ظهر منافس قوي جدا اللي هو من انتاج شركه جي في سي اللي هي فيكتور كومباني اوف جابان، وعملوا اللي هو الفي اتش اس او الفيديو هوم سيستم، واللي بعد كده هيكتسح السوق وهيكون عنصر مهم جدا في حياتنا. انقسمت شركات الاجهزه لمعسكرين، معسكر بيتا ماكس اللي هو كان شركه سوني وشركه سانيو، وممكن كان بايونير كانت معاهم، معسكر الفي اتش اس اللي هو كان جي في سي وكان ناشونال وكان هيتاشي وكان شارب. وفي اواخر السبعينات ظهر اختراع غير جزء كبير جدا من حياتنا اللي هو كاميرا الفيديو المنزليه، وبقت الاسر ممكن تسجل ذكرياتها ومناسباتها على شريط الفيديو وتتفرج على التصوير في التلفزيون ونتبادل الذكريات، مثلا فرح، عيد ميلاد، مناسبه. وطبعا اتذكر مشهد الانبهار بتاع شحات ابو كف لما كان بيتفرج على نفسه وهو في التلفزيون. يشوط على الباب، تيجي لشحاته ويشوط جول على يمين ثابت البطل، الجول الثابت مش معقول. في الاول كانت كاميرا الفيديو حجمها كبير جدا، وكان وقتها الكاميرا متوصله بجهاز فيديو وبعد كده متوصله بالكهرباء، والفيديو كان متصل بالكاميرا على طول. وانا اتذكر فتره اوائل الثمانينات مثلا لما كنا مثلا بنحضر مثلا فرح وبنشوف تصوير الفيديو وقتها كان عامل ازاي، كان فريق التصوير مكون من 4 افراد اللي هو واحد مصور وجنبيه واحد شايل له جهاز الفيديو وجنبيه واحد شايل له كشاف 1000 واط عشان ينور له، والرابع كان بيلم لهم السلك. ده كده كان فريق التصوير وقتها لو بيصور مناسبه، لحد ما سوني بدات تعمل كاميرا فيديو محموله، يعني حط فيها بطاريه وتشتغل. وطبعا الكاميرا دي كانت بتشتغل برضو بشريط البيتا ماكس، وكان بيركب لها بطاريه ضخمه جدا، يعني وزن البطاريه حوالي كيلو تقريبا، وبتركب في زي خزنه البندقيه كده. لكن كان فيها عيب قاتل، العيب بتاعها اللي هي الكاميرا احط فيها الشريط واسجل بيها، لكن ما ينفعش اعمل بلاي باك على الكاميرا، لازم اطلع الشريط منها واشغله في جهاز الفيديو عشان اشغل الشريط. لازم ارجع الشريط على الفيديو وبعد كده اطلع شريط الفيديو واركبه في الكاميرا واسجل من اول وجديد. في حين ان كاميرات اللي هي انتاج شركه ناشونال او الباناسونيك، يعني في الوقت ده كان اسمها ناشونال، كان فيها ميزه اللي هي فيها مونيتور، فيها فيو فايندر، ممكن انا احط فيها شريط الفي اتش اس وانا ارجع الشريط واقدمه واشغل الشريط من على الكاميرا على طول. وطبعا ممكن نفتكر حتى المشهد بتاع فيلم ثقافي لما كانوا يبصوا في الشباك بتاع الكاميرا عايزين يشغلوا الشريط. مفيش غير ان احنا نتفرج من شباك الكاميرا واحد ورا التاني بالدور. اهي تصبيره بره. عديها يا كابتن، عديها، ما تخافش هترجع لك تاني. يعني اخر ده كله نتفرج في كاميرا؟ نيجي بقى لاسباب فشل شريط البيتا ماكس وخروجه المبكر من سوق الفيديو في نص الثمانينات. اول حاجه كانت مده شريط الفيديو اللي هو البيتا ماكس وقتها كان مدته ساعه، في حين المنافس اللي هو الفي اتش اس كان مدته حوالي ساعتين، وطبعا مع فتره بعد كده بقى 3 ساعات وبقى 4 ساعات، واتعمل بعد كده نظام اللونج بلاي وممكن اضغط الشريط لحد ما يوصل لحد 12 ساعه. طبعا وقتها كان منتجين الافلام في السينما وقتها فضلوا الفي اتش اس عن البيتا ماكس عشان متوسط زمن شريط السينما من ساعه ونص لساعتين. حتى لو حد يفتكر مثلا معايا نوادي الفيديو ايام زمان، كان مثلا من الشريط شريط مسرحيه كان بيديك المسرحيه على شريطين عشان مده المسرحيه بتكون 4 ساعات. تاني حاجه هي براءات الاختراع. سوني كانت محتكره الاختراع ده، ومحدش ما فيش ما ينفعش شركه تانيه تاخد ترخيص التصنيع
الا تقريبا كان سوني وسانيو وكم شركه تانية. في حين جي في سي كانت فتحت ترخيص لاي شركه عايزه تقدم وتنتج الفي اتش اس، كانت ممكن تاخد الترخيص وتصنع وتنضم للمعسكر بتاعهم، لحد ما سوني ذات نفسها انضمت لمعسكر الفي اتش اس لما هي استغنت عن البيتا ماكس. يعني اتذكر في اواخر الثمانينات كنت يعني واقف قدام فاترينا ولقيت الجهاز في اتش اس انتاج سوني. لكن سوني لما ودعت البيتا ماكس او استغنت عن البيتا ماكس وبدات تعمل في اتش اس معاهم، هي طبعا ما استغنتش عن الشريط بتاعها، هي عملت زي جوله جديده من الصراع وعملت اختراع جديد اللي صغرت حجم الشريط وبقت الكاميرا المنزليه بتصور بشريط 8 مللي، وصممت شريط حجمه اصغر في حجم كف الايد تقريبا او في حجم شريط الكاسيت لو حد يفتكر شريط الكاسيت، وسمته 8 مللي. وبرده جي في سي وباناسونيك طوروا من شريط الفي اتش اس عندهم وعملوا شريط عشان يصغروا حجم الكاميرا فسموا شريط الفي اتش اس سي او كومباكت في اتش اس. المميز بالنسبه لشريط الفي اتش اس سي او الكومباكت اللي هو ممكن شريط الصغير احطه جوه زي ادابتور او زي علبه وبحطه جوه الفي جهاز الفيديو على طول واشغله بلاي باك من جهاز الفيديو على طول. يعني هو العلبه دي مجرد هي بتفرد الشريط وبتحوله لشريط فيديو كبير وبعد كده بعرضه على الفيديو العادي عندي. لكن بالنسبه لل 8 مللي كان لازم اعمل بلاي باك من على الكاميرا واوصل الكاميرا بجهاز الفيديو او التلفزيون عشان اعرض الشريط بتاعي او اسجله او انقله على الفي اتش اس واخليه عندي نسخه ثانيه في البيت. طبعا كان الغرض من التصغير ده اللي هو تكون كاميرا الفيديو حجمها اصغر وبتشتغل ببطاريه وامكانيه توصيلها وعرضها على التلفزيون. سوني عملت كاميرا الفيديو بتاعتها كان وزنها حوالي كيلو ونص وباناسونيك كان وزنها حوالي كيلو و400 جرام تقريبا. فتخيل انت واسرتك مثلا على شاطئ او في ملاهي وفي ايدك حاجه عشان تسجل بيها ذكرياتك وزنها كيلو ونص شايلها على قلبك وبتصور بيها. في الجولة دي سوني كسبت والشريط الثمانية ميلي كان افضل من الشريط الفي اتش اس سي. ليه؟ عشان سوني اتعلمت من اخطاء البيتا فخلت شريط الثمانية ميلي مدته ساعتين وممكن مع اللونج بلاي يوصل لحد 4 ساعات، في حين ان شريط الكومباكت عشان هو حجمه صغير وفي نفس الوقت بيتفرد على شريط كبير فكان مدته ساعة ومع اللونج بلاي ساعتين، ده كده كان اقصى مدة ليه. ومع اواخر الثمانينات واول التسعينات ظهرت كاميرا فيديو اللي هي بشاشه جانبيه وكان شاشه حوالي 2.5 بوصه او 3 بوصه طبعا حسب الحجم بتاعها، وبداوا يطوروا فيها بشكل اكتر وبقت الكاميرا ممكن فيها تصوير ليلي وبقى فيها كشاف اضاءه وحجمها بقى اصغر ووزن البطاريه بقى اخف وبقى ممكن وزنها ممكن من كيلو ونص وصل لوزنها حوالي مثلا 600 جرام 700 جرام، وبطارية وزنها اخف لكن برضو على نفس النظام معسكر الاربعة اس اللي هو سوني وسانيو وسامسونج وشارب اللي هو الثمانية ميلي ومعهم طبعا كانون، والمعسكر الفي اتش اس سي اللي هو كان وقتها الجي في سي وكان باناسونيك وكم شركة تانية ممكن بلاو بانكت او شركات تانية. اتطور شريط ال 8 مللي وبقى جودة احسن وسموه هاي 8، والفي اتش اس برضو الفي اتش اس تي برضو عملوا له جودة تانية اعلى وسموه اس في اتش اس او سوبر في اتش اس. ومع اواخر التسعينات سوني طورت من 8 مللي وسمته ديجيتال 8 وبقى شريط رقمي. لكن الفي اتش اس ما كانش ينفع يبقى رقمي لسبب واحد اللي هو بيتعرض على جهاز الفيديو العادي اللي هو الانالوج اللي في البيت، فكان لازم هو اخره كده مش هينفع يعمل خليه ديجيتال. بالنسبه لشريط ال 8 مللي الديجيتال كانت مدته ساعه ومع اللونج بلاي ساعه ونص، ده كده اقصى مده للشريط، وكنت موصله بالكمبيوتر عن طريق الفاير واير او بوصل الكاميرا بالكمبيوتر وممكن اتحكم في الكاميرا من خلال الكمبيوتر اللي انا هقدم وارجع وعمل ستوب وكل حاجه، وبعد كده اخد الفيديو داونلود من شريط الكاميرا على الكمبيوتر عندي سواء كان ماك او ويندوز. طبعا في منتصف التسعينات ظهر اختراع ممكن نقول ان هو قضى على فجوه التسجيل على الشرايط المغناطيسيه بشكل كبير جدا، وهو التسجيل الضوئي اللي هو السيديهات اللي ظهرت في فتره 95 96، وده كان عن طريق تحالف شركات كان ساعتها سوني وكان فيليبس وكان جي في سي وكان باناسونيك. بعد السي دي طبعا كانت مده السي دي او الفيديو سي دي كانت مدته 74 دقيقه،
وكان مثلا لو عادي فيلم مثلا بيتقسم على 3 اسطوانات او اسطوانتين. انا اتذكر مثلا فيلم تايتانيك كان على 3 اسطوانات. ظهر بعد كده الدي في دي اللي هو بقى التكمله بتاعه السي دي. ظهر الجهاز الدي في دي، وكان الدي في دي مدته بتكون ساعتين، وممكن مع اللونج بلاي توصل لحد 4 ساعات، والكواليتي بتاعه كواليتي مقبول جدا. وظهرت بعد كده بقى يعني من بدايه الدي في دي ظهر نوع شرارة تانية اللي هو الدي في اللي هو ديجيتال فيديو، صغروا حجم الشريط بقى حجمه أصغر. وبرده كان الشركات اللي أخذت ترخيص الدي في، كل الشركات تقريبا، كان ساعتها سوني وكان باناسونيك، كان جي في سي، كان شارب، كان سامسونج، كل الشركات دي عملت كاميرات فيديو دي في ديجيتال فيديو، وكانت مدة الشريط بتكون ساعة ومع اللونج بلاي ساعة ونص. وبرده كان ممكن لو اوصله برده بالفاير واير على الكمبيوتر وانقل الفيديو بتاعي. ودي يعتبر كان اخر حاجه. ظهر بعد كده تجربه من سوني اللي عملت المايكرو دي في، برده كان تسجيل رقمي وكان حجم الشريط اصغر، يعني حجم الشريط كان في حجم علبه الكبريت تقريبا، بس للاسف ما نجحش وكان سوني بس هي اللي عملته، ما فيش حد تاني عمل المايكرو دي في خالص. وده كان اخر حاجه بالنسبه للشريط المغناطيسي او الشريط الممغنط، اللي هو من اول فتره الخمسينات والستينات لحد 2005 2006. وبعد كده ظهرت بعد كده بقى التسجيل الضوئي اللي هي كاميرات الفيديو اللي بتشتغل باسطوانه. وبعد كده ظهر كاميرات الفيديو اللي بتسجل على هارد ديسك، وبعد كده كاميرات الفيديو اللي هي بتسجل على ميموري كارد على طول. وهي دي نهايه الشريط.